منى اليوم؟ جاني ويننا يا منى؟ أسر جبال. وشو رح نعمل؟ هايك. اوكي فرحنا بمنطقة سر جبال، رح نعمل لوب بمنطقة سر جبال، رح نمرق على الشلالات وعلى السور الخشب. اللوب تبعتنا تقريبا شي 7 كيلو. ردي؟ يلا. مشوارنا اليوم على سر جبال، هالمنطقة بقضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان. تبعد عن العاصمة بيروت 30 كيلومتر وبترتفع 400 متر عن سطح البحر. يرجح أنه يكون اسم سر جبال مركب ويعني الأمير والمقدم والمتسلط، فبيكون معنى الاسم مقدم الجبل وأميره. أما الجزء الثاني فالخزاف وصانع الجرار، وهيك بيكون الاسم رئيس الخزافين. بهالمسار اللي أخذناه نقطع فيه بثلاث مناطق: سر جبال، شمعارين، الفخيتة، وبنرجع على منطقة سر جبال. تحتين شو طيبة. هلا نحن عم نروح صوب منطقة الفخيتة الدبية. تتميز هالمنطقة بطبيعتها الخضرة الحلوة وبشلالها المميز وبالنهر الموجود فيها. أول ما بلشنا الهايكينج تبعنا نزلنا تقريباً شي 200 متر وصلنا على شلالات شعية، ومن بعد ما استمتعنا بمنظر الشلال كفينا مسارنا بالجبل وأخذنا طريق صوب فخيتة والدبية. من هون فيها تكفي الطريق صوب الدبية، بس نحنا رح نرجع ننزل صوب سر جبال. رجعنا نسمع صوت النهر هون. وصلنا على مطحنة الفخيتة، هيك بسموها أهل المنطقة هون. هالمطحنة كانت موجودة خلال الحرب العالمية الأولى، وبيخبروا أنه خلال الحرب العالمية الثانية هالمطحنة حميت الأهالي من المجاعة لأنها كانت تأمن لهم طحين بطحن القمح. على هالنهر منمرق على 7 سور خشب، بنيوهم القيمين على الاهتمام بالمسار ونظافته وأمانه، ليوفروا لمحبي المشي والطبيعة سهولة بالتنقل من ضفة لضفة والاستمتاع بالمغامرة بكل أمان. فرجيهم شوي المنظر ورانا. يلا خلوا سر جبال تكون على قائمة نشاطاتكم من هايكينج أو بيكنيك أو كامبينج. استمتعوا بهالطبيعة الحلوة وواجباتنا نخليها نظيفة.